يعني من الأزمات ومن القهر ومن هيك السوداوية وهالمشهد يلي دايما بيرافقنا لأشياء حلوة، لبيوت حلوة، لمناظر حلوة، لديكور حلو، لهندسة داخلية هيك بترد الروح لحياتنا وبتخلينا نغير أجواء. اليوم رح نحكي عن الهندسة الداخلية، عن الوابي-سابي اللي هو هيك طراز جديد رح نحكي فيه عنه اليوم. الاسم غريب علي بس رح يحكيني أكتر ويفسر لي أكتر المهندس الداخلي والأستاذ الجامعي ساهر عبد الله. صباح الخير. صباح الخير مريم. أهلا وسهلا فيك. العافية. كيفك؟ الله يعافيك. ما بعرف إذا الأزمات كمان تعصف بالهندسة طبعًا الداخلية. طبعا بتلحقنا على اليمين والشمال على طول نحن. أكينا من كل الميلات. أكيد طبعًا 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 كلنا متأثر بهذا الشيء. صحيح. بالمواصلات وبالطلبيات وبالبضاعة، في نقص كتير كبير بالبضاعة بالسوق. أهم شيء لما بتكون مبلش مع الكلاينت على سعر معين تخلص البروجي دافع من جيبتك. على أربع أسعار. مظبوط 100%. يعطيكم ألف عافية. اليوم هيك رح نغير جو لنظهر هيك مثل ما قلت في قصص هيك بترد الروح اللي هي الهندسة الداخلية اليوم مع الوابي سابي. أي. هيدا كتير الوابي سابي هو المصطلح الياباني المعروف بالأناقة، ولكن الأناقة اللي اهتمت بالأشياء الريفية اللي رايحة لحتى نتلفها أو نكبها، سلطت الضوء على الأشياء الفينتج الروستيك اللي كتير حلوة، الخشب القديم كيف قدرنا نرجع نطعمه ونعالجه من التسوس والتآكل. نعم. لحتى نرجع نستعمله. الألوان الأوف وايت القريبة على الطبيعة، الألوان الأرث كولرز، الألوان القريبة على الطبيعة وعلى النيتشر أكتر، قدي هيك تمددت بمنازلنا. طرازات عبر العصور هيك تنوعت حسب الحكام اللي حكموا قبل وحسب أناقة الحكام، كانوا يمتسلوا بالحاكم كيف بيته كيف باليابان. باليابان وبكافة البلاد اللي أثرت على طرازات الهندسة الداخلية. أوكي. المدارس اليابانية كان عندها تأثير جدا واضح لأنه هو طراز منافي للطراز المحدث. ومنه حديث أبدا، هو منه مودرن أبدا، هو طراز إذا بدك هيك فينتج روستيك كتير مقشر كتير مشغول بطريقة كروية كتير حلوة. ولليوم نشأ بالسبا أكتر، نشأ بأماكن الصلاة اليابانية. يعني هون إذا بدك كتير قربوا على الفلسفة بلاد النافار قبل. أوكي. فرنسا لما بلش الطرازات بالأبنية الكنسية، كمان هون بلشنا بالأبنية الدينية، ولكن اللي فيها سيرينيتي أكتر، اللي فيها أناقة، واللي فيها هيك برود أكتر بالمساحة، منافي للطراز المحدث، منافي للطراز الكلاسيكي، قريب أكتر على حركتنا، قريب أكتر على هيك طريقة عيشنا، ما بيشبه بيوتنا الموجودة بالمدن، بيشبه بيوتنا الشاليه، بيشبه بيوتنا الموجودة بخارج المدينة. أوكي. أكتر البيوت الصيفية إذا بدك، لهيك شوي بتهربي عليها بالويك أند وبتستعمليها بشكل زمني مؤقت. ما بيلبق للبيوت اللي بالمدينة أو نحن ما بنستعمله؟ بيلبق كقطع فرش للبيوت. أوكي. بالمدينة، لأنه الوابي سابي هو طراز بسيط بخاف الكلاينت يلجأ له يبين انه ما صرف على مشروعه. سو طراز هالقد بسيط، هالقد في سقافه باي ذا واي، هالقد الكلاينت اللي بيروح على المكسالتو، على الوابي سابي، على هيدا الشيء بيكون عم بيروح على ايتم، ما بيكون عم بيروح على مود. اذا عم نحكي على ابارتمنت موجوده بالمدينه، ولكن اذا عم نحكي على فيلا او على شاليه لا، لازم يكون هالخشب اللي موجود هلا. أوكي. من خلال الصور اللي بنتشاركهم مع المشاهدين بنبلش نشوف قد ايه هالتاتش كثير حلوه بالاماكن اللي عم نروح عليها ببساطة. عم نستعمل الأشياء الباج وعم نستعمل الأشياء الترابية. هيدي ألوانهم الألوان الترابية. ما فينا نطعمها نحنا؟ فينا بلشنا نطعمها بالجراي لأنه الجراي كتير طاغي بأيامنا. الجراي صار قريب على الباج، صار قريب على البني. منشوف السسبندد آيتم اللي نازل فوق البار شوي مودرن، يعني بلشنا شوي نطعمه بأشياء محدثة، بأشياء قادرين نفوتها. بس بيلبق له، مش إنه ما بيلبق له لأنه هو بسيط. أيه. ما في كتير تعجيق. سو الأشياء البسيطة بتقدر تطعميها، بتقدر تلجأ إلى بالجرينري. اشتهر كتير بالجرينري بالألوان، عم شدد كتير على الألوان الترابية لأنه استعمل البونزاي أول مرة بالإنتيرير هو بالوابي سابي، لأنه أوكي. صار قريب على الطبيعة، هو إذا بدك صديق الطبيعة. عم نشوف هالدرج كمان الوابي سابي اللي قريب على ستيل الباروك بالصخر، كيتش طالع بموضوع الصخر لحتى نقدر
نشتغل على الجرينري اللي موجوده، على حوض الجرينري اللي موجود. الميتزانين هو عنصر ماريات، هو عنصر مودر، عنصر جدا محدث. هون في ميكس بهيدي اللوحه او بهيدا البروجي اذا بدك، هو العنصر المحدث، هو الدرج مع الحيط، هو درج مع الحيط، درج مع الحيط، مع الخضار، مع اللامبادار، مع اللوميير. هو ميكس غريب، خليني هو وابي سابي. الايتم المعماري اللي هو ميتزانين هو المودرن، يعني ما استعملنا مع الوابي سابي ايتمز جديد، استعملنا سيركيلاسيون واستعملنا اسباس. هيدا اللي هيك قدرنا نعمل او قدروا يعملوا عبر العصور، لانه نحن انا بحب اقول انه نحن ما عم نعمل كرييشن، نحن وي ار ديسكفرز، يعني نحن عم نكتشف الاشياء اللي انشاوها العظماء. بس هذا بدل قد ايه هن جماعه بسيطين بطريقه عيشهم وبسيطين، يعني بيحبوا البساطه حتى ببيوتهم. صح، يعني بيحبوا كل شيء مريح. صح، نحن هون شوي بتحس انه عبالنا هيك الفخامه اكثر، هيك يكون في عنا اشياء مبهره اكثر او مبينه اكثر. المهندسين اليابانيين بيقولوا عن الوابي سابي انه هو ثقه بالنفس، حلو. انه هو هالقد في بساطه لانه نحن واثقين من هيدا من هيدا ستايل كرمال هيك رايحين عليه. أوكي. هون العده تبع الوابي سابي اذا بدك، هون القريب الماربل، القريب على الطبيعه، الجلد القريب على الطبيعه، ما كتير شكل وشغل عليه هيدا الستايل. يعني ساعات عم تنجيب الايتمز از از وتنشغل مع المود، تنشغل مع الديزاين، ينشغل على اشكالها وعلى طريقه هيك معالجتها مع المساحه، ومش على ألوانها، انتركت على ألوانها، انتركت هيك على هيكليتها. نعم. الطبيعية القريبة على حياتنا. هون عم نشوف هل أداء إكزاجيري السسبندد آيتمز الموجودين فوق البار. صحيح. أداء الآيتم كبير ولكنه أبيض، يعني بتحسيه كأنه غيم موجود فوق البار. الكراسي البار الواطيين اللي منهم عاليين، العطيو المود الكتير حلو. هون وطينا اللايتينج، سوري، وطينا الوايتينج مزبوط، كمان وطينا البار لحتى ما يكون فيه التدافع القوي بالآيتمز وهالارتفاعات المشتركة. عم نشوف الكابينتس تبع الحيطان قديش هيك فيها سيرينيتي، قديش فيها نقاوة، ما نشغل بلاط، ما نشغل حدية بالبلاط. الامبرادور اختفى، بتحس بيعطي سلام، يعني رواء كتير هيدا. صح. الالوان، طريقة الشغل، طريقة حتى اذا بتلاحظي اللايتينج، الديم لايت، سان لايت، الاصفر اللي منه ابيض. صح. اللي مشغول بالاندريكت تبع الخزاين، قد ايه قريب على طبيعتنا، قد ايه مهم. نشأة الوابي سابي نجحت جدا لانه جميع البلدين فيها اماكن كروية واماكن جبلية. ما نجحت كتير بأمريكا، ما نجحت كتير بأوروبا، لأنه بلادهم عكس طبيعة بلادنا. منشوف بهيدا البروجي قديل الألوان الترابية والكونفي زون اللي بالكاوتش، الدبث تبعها، الغمق تبعها قدي مريح. هون هيدا البروجي بيخلينا نقول أنه كمان هو عنصر وكمان هو طراز مريح التأقلم معه ومريح العمل فيه. وباي ذا واي الوابي سابي هو من الطرازات اللي بتقدر تستعملي كل الايتمز اللي موجودين بالصالون، من السايد تيبلز للميد تيبل للكاوتش لكراسي البار. مش بس منظر يعني، لانه نحن عندنا بنحب انه هيدي حتى لو ما استعملناها صمده. اي ما في صمدات بالوابي سابي، هالقد قريب، سهل ممتنع اذا بدك. أوكي. برجع بعيد وبكرر، هو طراز قريب على الاستعمال اكثر، على تعبئه المساحه باشياء بسيطه وباشياء مستعملة بالطبيعة، بأشياء مفيدة. بس هلأ لما عم شوف الصور صرت عم بنتبه شو قصدك لما تقول ببيت قروي أو بيت جبلي أو بيت مش بالمدينة. صح. لأنه فعلا يمكن الطراز اللي عم نحكي فيه بيلبق أكتر، يعني بده مساحة. مزبوط، بده مساحة. هون عم نروح نشوف الآيتمز، عم ننتقل شوي على الديكوراسيون، عم ننتقل شوي على الطراز اللي صار ميكس بين المودرن الياباني المحدث إذا بدك والوابي سابي. الوابي سابي اليوم صار هو آيتمز ماريات، بطل مود كبير. اذا هيك بدي جاوبك على اول سؤال طرحتي، انه ايه يستعمل بالشقق السكنيه ولكن كلامبادير، ككاوتش. أوكي. كصوفا، ال صوفا، ككورنر، كميد تيبل، كخزينه، ايه كالوان. بس ما فينا، بس الستيل كلياته اذا بده يستعمل فروم اي تو زي بده يستعمل بسبيس كثير كبيره. أوكي. هون هيدا البروجي شوي عم نروح على الكراسي الجابانيز، بلشوا يصيروا قراب على النوردك ستايل. مزبوط. هون تطور عبر العصور هالطراز، بلش يشبه المودرن شيبس، ولكن الطرحات بقيت الكانفا شيب. أوكي. بقيت النبوك المريح،
بقيت الجرينري موجوده مريحة. يعني حتى جدا عم تطلع مريحه، كل القعده عليها مريحه، كثير كثير مريحه، كثير واطيه، منا عاليه، ما فيها القبه والفخامه اللي اشتهر فيه الفراعنه وماري انطوانيت وفيرساي، لا هالقد صرنا بعاد، حتى التسميه قريبه على الـ على الـ هيك قريبه على الدينه. المشاهدين اللي عم يسمعونا واللي حبوا هيدا ستايل يفوتوا يشوفوا بجوجل كيف تنكتب الوابي سابي بالياباني، هي حرفين كتير صغار، هالقد سهل ممتنع هيدا الديزاين، هالقد له مسحة إيجابية على على المساحات، هالقد ألوانه قريبة علينا، لأنه هون بننسأل على طول إنه شو الألوان اللي دارجة؟ ما في لون دارج، في ستايل دارج، ما فينا نروح نشتغل وابي سابي بألوان بني وأسود وألوان محروقة ما بيلبق، ما فينا نشتغل مودرن بألوان ترابية كمان ما بيلبق، سو خلينا نروح دائما كونسبت مود تم معين لبيت او لصالون او لشاليه لحتى نكون عم نصيب الكونسبت مش الالوان. هي هيدي كثير مهمه النقطه زاهر يلي هلا عم تحكي فيها، لانه انا ككلاينت او كحيلا شخص بدي غير او بدي زبط ببيتي يمكن اوقات ما بنتبه انه انا بوصل لعندك يي بدي هيدا الموديل بهيدا الالوان بهيدا المطرح هون، صح بتطلع بتلاقي انت في هيك ما في هوية. انفجار صح يعني صح. لانه بكون انا خالطه الكل صح. هون شغلتكم كمهندسين داخليين انكم توجهوا الكلاينت وتقولوا له هيدا بيلبق هون مع هيدا الشيء. الفيرست هيك رياكشن تبع الكلاينت هي بتكون اللون، بيعطيك اللون بيقول لك انا بحب هيدا اللون، من خلال اللون نحن بنتبع الكونسبت. في كتير ناس بتكون شغل بيوتها قبل بتحب انه انا هيدي المره بدي هيدا البيت مثل ما حكينا بالطلعات القبل، سو بيتعلم الكلاينت من خلال تجربته، بس لازم دائما منسق المساحه ومهندس المساحه يكون عم يشتغل على الكونسبت، يكون عم يشتغل على الديكوراسيون تبع الكونسبت، على الايتيمز بدها تنحط لحتى ما نخبص بموضوع الكونسبت والستايل. انا كنت بس بدي اشوف اذا في شيء صور لغرف نوم، لانه بحس في غرف نوم قطع قبل بعتقد في غرف نوم كمان بهيدا الرشاش، لانه بتخيل كمان هالقد سيرينيتي هالقد الواح خشبيه موجوده ورا الاسره، بعتقد لازم يمرق غرف نوم. بنشوف هون تاتش الخشب اللي موجوده بالليفينج اريا قد ايه، انشغل الخشب على طبيعته، انشغل بس قدد خشب بالدبل هايت تبع السقف، التي في يونت الفرنش اوك اللون الطبيعي تبع السنديين انشغل على تلوينه، اشتهر كمان الوابي سابي انه مات، انه ناشف، الوانه ناشفه ما فيها لمعيه، يعني ما بيدل على اللكجوري ستايل ابدا، ما بيدل على المودرن شيبس ابدا، منه لميع، هو هيك عمليه اذا بدك هندسيه ولكن زخرفيه اكثر، لانه كان في كثير جرار، كان في كثير فازات، كان في كثير جرينري، سو هو كثير شوي خصو بالبوزار اكثر، شوي خصو بالفاين ارت لحتى نروح نبلش نحدثه بالبروجي اللي عم نشوفه. هون عم نشوف غرفة نوم، عم نشوف اشتكى معينك عم نشوف لأنه بتخيل هيك أبدا هيدي هي الأوضة، عم نشوف قدي في سيرينيتي الجابانيز ستايل بتخوت. اليوم حتى الجاليري صار بيستعمل هيدا المصطلح، بقلك إذا بتحب التخت الأماكاني أو الياباني كعلو، هون عم نحكي قياسات، ما بننتبه على طول أنه هن عم يسألونا كقياسات، لا هون التخت الياباني قريب على الأرض أكتر، قريب على الفرش اللي بتنمد الأرض أكتر، هي عبارة عن لوح خشبي طبيعي مضوى وموجودة عليه الفرش، لأنه اليوم سماكة الفرش 23 سنتي، سو لازم كتير نوطي لوح الخشب لحتى نكسب هيدا المود، نكسب هيدا التاتش. كرمال هيك كنت عم أقول أنه بيشبه بيوتنا الكروية الريفية، لأنه بده ارتفاع بالأسقف، هيدا منه موجود بمجتمعاتنا اليوم، منه موجود بالهندسة المدنية اليوم. هل قد المود حلو طبعا، ونشوف الخزانة قد هيك نوعا ما، خليني أقول الكلمة أنه بدائية، ما فيها كثير بسيطة، ما فيها كثير التقطيع، ما فيها الأكسسوارز الجديدة سيرفيتو مع السوفت كلوز، نحن هيدي ما بتمشي 100%. سو حبيت اليوم هيك نحكي عن هاي التاتش اللي كثير حلوة. عم نشوف هون اللامبادير اللي طالع من الحيط على شمال التخت قد ايه حلو، بالميل الثاني ما في لامبادير، قد ايه هيك ما خصهم ببعضهم السايدز تبع غرفة النوم، في احكي عليها للصبح غرفة نوم لأنه لا عن جد لأنه أنا عم بطلع على قد ما يعني حضرتك عم تقول إنه قد ايه هي بسيطة وبدائية وسامبل وطبيعية،
مريحة كثير يعني بتطلع فيها بتحس انه بتقدر انت هيدا التارجت هيدا الجو. في شيزلونج وحده بس موجوده بغرفه النوم والخزانه وهالقد خلصت غرفه النوم يعني هيدا هو الوابسابي هيدي هي اناقته ببساطته. سو خلينا دائما يعني هيك بنصيحه اذا بدك نروح على تطعيم المواد مع الطرازات اللي اخذناها لانه الطرازات اللي اخذناها عبر العصور من المصممين العالميين هي طرازات اجت عن دراسه وعن دراسه يعني فائت الخمس سنين. خلينا ما نشوه هيدا الشيء نزيد بالديكوريشن تبعه باللايتنج تبعه ونقطه هيك على اول سطر اذا بدك ما نخربه اي ما نخربه حرام كثير حلو اليوم كان الوابي سابي. شكرا كثير لك زهر عبد الله.